مظاهر معاداة المسلمين أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا تتزايد في بعض مناطق أوروبا، ويمكن رصدها في هجمات تستهدف المسلمين أو أماكن عباداتهم أو أماكن تجمعهم. إحصاءات لاتحاد الجمعيات الإسلامية في أوروبا تشير إلى ارتفاع التهديدات والرسائل التحريضية وتخريب المساجد إلى 3 أضعاف خلال 9 أشهر الأولى لهذا العام. أجاكسيو عاصمة جزيرة كورسيكا الفرنسية شهدت هجوم حوالي 300 شخص على قاعة صلاة للمسلمين في حي شعبي، وذلك غداة إصابة إطفائيين وشرطي بجروح في كمين نصبه لهم شبان ملثمون. وفي تكساس سيطرت فرق الإطفاء على حريق في مسجد مركز قباء الإسلامي في هيوستن، حيث تم العثور على أدلة تفيد باستخدام مواد كيميائية لإضرام الحريق. الحريق ليس الأول من نوعه، فقد تعرضت عدة مساجد في تكساس هذا العام لسلسلة من الحرائق. يذكر أن أحداثاً مشابهة تعرضت لها مساجد عدة منذ أحداث باريس الأخيرة، حيث أكدت شرطة مدينة بيتربور بمقاطعة أونتاريو الكندية أن الحريق الذي اندلع في مسجد السلام اعتبر جريمة كراهية بعد سلسلة التهديدات التي تلقاها المركز الإسلامي في المدينة بعد هجمات باريس. مساجد إسبانيا نالها نصيب من نيران الكراهية، حيث أضرم مجهولون النار في أحد المساجد في دون بينيتو عن طريق إلقاء عبوة حارقة. وفي هولندا حاول 4 أشخاص الاعتداء على مسجد قباء، وألقيت زجاجات حارقة على مسجد علاء الدين في مدينة إنكوزين، ولم تسلم المساجد في السويد من تلك الهجمات، حيث أشعل مجهولون النار في مسجد بمدينة أوبسيلا، واندلع حريق في مسجد بالطابق الأرضي لمبنى في إسلوف. وقد دفع تزايد القلق عقب تكرار حوادث الاعتداءات على المساجد دولا عدة إلى إدانة واسعة النطاق لتلك العمليات، وطالبت بضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام والمسلمين. هنا محمد بخشم، العربية.